السلام عليكم. بهذا المقطع يا شباب راح ألخص لكم كل الأشياء الجديدة والتغييرات اللي صارت بلعبة Genshin Impact بتحديث 3.0. وأيضا إذا أنت حاب تشتري حسابي Genshin Impact، أنا عرضته لحساب مالتي متجري، تلقون رابط المنشور مالت الحساب جوا بالوصف، بأول شي بالوصف ادخل وشوف معلومات الحساب إذا حاب تشتري. ايضا يا شباب اتمنى ما تنسون من لايك واشتركوا بقناة علامة مشتركين، ونشروا المقطع الى اصدقائكم ويه استمتعوا بالمقطع. Fall back and await my orders. Disengage! That's an order! اوكي يا شباب، لهنا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى عجبكم المقطع، لا تنسونا من لايك واشتركوا بالقناة، وايضا اكتبوا لي هو اكثر شيء تغير حبيتوه باللعبة او بهذا التحديث. ويه شوفكم بقرب وقت ان شاء الله. السلام عليكم.